اهلا بحضراتكم في حوارنا التالي، حوار اقتصادي تكنولوجي. هنتكلم فيه عن ريادة الاعمال. ايه هي ريادة الاعمال وايه هي التكنولوجيا المرتبطة بده؟ طبعا احنا عارفين ان العالم الوقت فيه ثورة تكنولوجية اتصالاتية مهمة جدا، من اول السمارت فونز والموبايلات، وبدأت تختفي الحواسب حتى المحمولة، وبدأ كل حاجة الوقت ساعات اليد الذكية، النظارات الفي ار الفيرتشوال رياليتي، عندنا حاجات كتيرة جدا. مصر داخلة في المجال ده واحنا عندنا خبرات مهمة جدا في خاصة على مجال السوفت وير. ازاي بقى ريادة الأعمال اللي هي ازاي نخلي الشباب يبقى متطور ويبقى عنده القدرة مش على التنفيذ فقط ويبقى عامل في هذا المجال، ولكن يكون صاحب بيزنس، صاحب شغل، يقدر يطور من نفسه على مستوى الأعمال ويبقى شركات كبيرة نقدر ننافس بيها الشركات. بيل جيتس اللي هو اللي أنشأ مايكروسوفت كان شخص عادي جدا، وعمل بدأ في ورشة في بيته، صاحب طبعا أبل ستورز أو أبل اللي هي الآيفون وغيره، بدأ نفس الكلام ده. مصر عندنا غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبتنشئ مجموعات بحث عمل لبحث مستقبل ريادة الأعمال في هذه التكنولوجيا وغيره، وده هو حوارنا الجاي، وهنتعرف أكثر على هذه المنظومة وأهمية هذه المنظومة من الدكتور أحمد الحفناوي، أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة وخبير بالاتحاد الدولي للاتصالات. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا حسين. هل أنا بدايتي كانت صح؟ طبعا، يعني منظومة مهمة جدا. إحنا بنعيش في عصر المعرفة واقتصاد المعرفة، واقتصاد المعرفة دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أساسي جدا في بناء هذا الاقتصاد. تمام. ومصر عندها كتير من المكونات اللي تقدر تلعب بيها دور مؤثر في هذا الموضوع لو اتعملت حاجات معينة. اتكلمنا قبل اللقاء في مثلا منظومة التعليم بشكل عام، في منظومات أخرى وأساسية في كيفية أصلا إدارة الأعمال بشكل عام في مصر. طب اسمح لي قبل ما نبدأ بقى نفصل الموضوع، خلينا نطلع لتقرير سريع عشان المشاهد يبقى لامن معانا الموضوع. تمام. ونبدأ بقى نفصله بعد كده. خلونا نتابع هذا التقرير. تحت. بهدف دعم ومساعدة رواد الأعمال، شكلت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجموعات عمل لتنفيذ رؤيتها لتنمية قطاع الاتصالات. تركز غرفة صناعة التكنولوجيا على عدد من القضايا في قطاع الاتصالات، منها تنمية وتأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل. كما تقوم الغرفة برصد مقترحات كبرى الشركات العالمية والمحلية لإطلاق مبادرة لدعم ومساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في دعم اقتصاد البلاد. تؤكد الغرفة على أنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على الإبداع والابتكار ودعم ومساعدة رواد الأعمال، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية الاعتماد على أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. وعلى نفس المنوال يؤكد الخبراء على أهمية المنتديات والمؤتمرات في تعزيز مشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، وأشاروا إلى أن ورش العمل تستهدف التعرف على الفرص المتاحة في السوق وتوجيه مكاتب نقل التكنولوجيا للعمل لتلبية هذا الطلب، وتقدم ورش العمل أيضا المهارات اللازمة لتنفيذ هذه المنهجيات وإدارة مشروع نقل التكنولوجيا بصورة أكثر فعالية. كما تهدف ورش العمل إلى نشر التوعية بأهمية الدور الذي تقوم به مكاتب تسويق الابتكار والتكنولوجيا في جميع أنحاء محافظات الجمهورية. طب أنا معكم، ده تقريرنا، يعني يوضح أكتر للمشاهد ما هي تكنولوجيا المعلومات وفكرة ريادة الأعمال. وأرجع أرحب تاني بضيف الدكتور أحمد الحفناء، أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة وخبير خبير بالاتحاد الدولي للاتصالات. كنا اتكلمنا قبل التقرير على فكرة، حضرتك قلت لي منظومة التعليم وغيرها من المنظومات المتكاملة اللي هتوصلنا لفكرة ريادة الأعمال وعالم الاتصالات الجديد. بالظبط كده. يعني والمشاهد، انا عايز نبتدي نستخدم كلمه يمكن مش مشاعه قوي في ثقافتنا، اسميها التفكير المنظومي.
التفكير المنظومي يعني المنظم يعني بشكل سيستم لا سيستم ثينكينج يعني ازاي افكر دايما وانا بعالج وحل اي مشكله في اطار منظومه عشان ما اعالجش جزء منها وبالتالي ما يبقاش التاثير بتاع المعالجه دي الاستثمار اللي انا حطيته والفلوس اللي انا حطيتها والوقت اللي انا حطيته ما يجيبش العائد والمتوقع منه ولو متكلم بمفهوم اقتصادي. احنا للاسف في مصر التفكير المنظومي لمعالجه الاشياء تقريبا غائب من الساحه تماما يعني وده محتاج ان احنا دايما نبص عليه. الناس لما بتيجي تتكلم على التكنولوجي ممكن يقول انا هزق التكنولوجي، ما نسميه تكنولوجي بوش. ده في العاده ممكن ينجح بس احتمالات نجاحه ضعيفه قوي، لكن اللي دايما بينجح هو ما نسميه الماركت بول او ان السوق هو اللي يشد الموضوع. فلو عايزين نصلح الموضوع لازم نبتدي بالمؤسسات اللي هي بتستخدم تكنولوجيا المعلومات. في منهجيات محدده جدا علشان هذه المؤسسات اللي بتستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدرك مدى نضجها ونقط الضعف اللي عندها واحتياجها لتكنولوجيا المعلومات. في منهجيه مشهوره عالميه حاجه اسمها كوبت. محتاجين ان الناس في مصر تدرك اهمية استخدام التفكير المنظومي والمنهجيات اللي تقدر تحرك السوق بشكل ما علشان نرفع من القيمة المضافة وانتاجية العمل المصري. في الاول في الاخر الاقتصاد المصري كله هيعتمد على الانتاجية للفرد. احنا عندنا الانتاجية ضعيفة جدا. ليه الانتاجية ضعيفة؟ منظومة الادارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل منهجي ضعيفة جدا، فمحتاجين نشتغل عليها كده بالإضافة طبعا للشغل على منظومات التعليم. وده مرتبط الحقيقة بمنظومة التعليم الجامعي أصلا، سواء بقى من ناحية استخدام تكنولوجيا المعلومات نفسها، فدي كليات الحاسبات وكليات الهندسة الأقسام الحاسبات وما شابه، لكن الأهم في الواقع وفي تقديري هو كليات التجارة وكليات الاقتصاد اللي هي للأسف في مصر موقعنا فيها متدني جدا. يعني في ترتيب مؤشر التنافسية العالمي ترتيب مصر في مؤشر كليات التجارة رقم 138 من 138، آخر دولة موجودة على تقرير منتدى الاقتصاد يعني العالمي. على العكس تماما دول زي امريكا البيزنس ادمنستريشن اللي هي اداره الاعمال ديت هي التوب بتاعهم، ده بالزبط. ما بيدخلهاش الا الناس المتفوقه جدا بالزبط. ويعني اللي هم البريليانت، لان ده بيطلع بيشيل منظومه بالزبط. كامله. الاداره هي في الاول وفي الاخر اهم اهم جزء في العمليه المنظومة. لان هي اللي بتبني المنظومه وبتديرها دايما، وبالتالي بوظف انا بقى تكنولوجيا المعلومات في هذا الاطار بانها بتخدم المنظومه المتكامله، مش بين مجرد اجهزه. حضرتك في عشرات الالاف من الاجهزه الكمبيوتر موجوده في المؤسسات الحكوميه في المخازن وانا يعني أكيد. يعني مش محتاج والأجهزة التانية بتستخدم أقل استخدام ضعيف جدا جدا، ما هوش استخدام في دورة العمل بشكل حقيقي عشان أقدر أرفع من الإنتاجية بتاعتي. دور الشباب مهم جدا، لأن الشباب في الأول وفي الآخر أي إبداع أو أي حركة بتعتمد في الأول وفي الآخر على العنصر البشري. صحيح. مهما كان الآلات هي مجرد حاجات بتساعدنا، بس لو إحنا فاهمين الموضوع لو عارفين نوظف التكنولوجيا دي بشكل مناسب. لو أنا مش فاشل في هذا الموضوع يبقى الدنيا هتبقى فاشل. الشباب عندهم قابلية للتغيير وحماس شديد جدا ورغبة حقيقية. أهم مورد من موارد مصر الحقيقية هي الموارد الشباب. البشرية وبالذات الشباب. ازاي نقلب هذا الموضوع وندير المنظومة بشكل مختلف؟ نتمنى ان لا يحصل في تغير حقيقي في مبادرات جادة الحقيقة نتجة. طب احنا حضرتك يعني حطيت ايدك على مجموعة من النقاط. اول حاجة التعليم، احنا عندنا التعليم الاساسي وبعدين التعليم الفني والتعليم الجامعي يلي. فكرة تكنولوجيا، ادخال التكنولوجيا، طبعا احنا عندنا مشكله ان المناهج في الاساس فيها مشكله ضعيفه جدا اللي بعيدا عن التكنولوجيا يعني اللي بيخرج طبعا. حتى من الـ من الـ من الكليه اذا كان حاسبات ولا تجاره زي ما حضرتك قلت ولا غيره، ده بيدخل ما هوش قادر على الدخول لسوق العمل. احنا محتاجين اعاده تاهيله عشان يبقى قادر على الدخول لسوق العمل. حضرتك هتبتدي في التعليم الجامعي في نقطه مهمه تمام. بعد اذنك. للاسف احنا عندنا في مصر في اسوار جامده جدا تفصل ما بين كل مكونات المنظومه. يعني منظومه بين التعليم يعني جوه حتى نفس الكليه ممكن كل قسم تلاقي الطالب
لو داخل جوه قسم ما يقدرش يحصل على مادة خارج من قسم تاني. حركة دي الأفقية دي حركة مهمة جدا لأنه تشكيل الفكر بشكل حقيقي. أنا مثلا الكلية لما كنت بدرس في الولايات المتحدة ماشي محتاج أدرس مادة فلانية قسم فلاني، أولا الدنيا أغلبيتها أقسام مش كليات بالمعنى الضخم اللي عندنا، فأقدر أحصل على أي معلومة أي منهج محتاجه من خلال الأقسام. لازم نسمح للطلبة بأن هم يتحركوا. الأهم لأن ده بيعمل ربط بين المواد ربط ما بين التفكير نفسه. التفكير نفسه نرجع تاني لمبدأ التفكير يعني المنظومي. مثلا أنا بتكلم في هندسة اتصالات بس ممكن أخد اقتصاد بالظبط أروح فين ما يجيش بقى الأستاذ. إحنا عندنا في مصر إيه؟ نجيب أستاذ اقتصاد يدرس في قسم هندسة اتصالات طب يروح يدرس في كام قسم من الأقسام. في أمريكا والدول المتقدمة بالعكس اللي بيحصل، مش الأستاذ اللي يتحرك، الطالب هو اللي يتحرك، هو اللي يروح فيروح لمصدر المعلومة والشخص المتخصص واللي فاهم فيها. ويكمل غير طريقة التلقين اللي عندنا ما هي بقى دي نقطة بقى دي نقطة بقى تيجي للأستاذ الجامعي. نقطة مهمة جدا في الجامعات الخارجية في أمريكا وأوروبا والدول المتقدمة إنه بيبقى عندهم ما يسمى أستاذ مشارك. يعني إيه أستاذ مشارك؟ adjunct professor ده واحد عنده خبرة عملية وفي نفس الوقت مهتم بالبحث وغيره. فهو وظيفته الرئيسية مش داخل الجامعة، وظيفته الرئيسية خارج الجامعة. خارج الجامعة. وبالتالي مدرك مدرك للاحتياج بتاع البحث وعايش في السوق وفي نفس الوقت عنده اهتمام بالبحث. فهو يسمح للأستاذ المشارك ده لما يسمى الأجانكت بروفيسور إن هو يقوم بالتدريس في الكلية، يروح يدي مادة ويرجع 90% من وقته السوق وبينقل القسم فكرة البحث. البحث تالت نقطة ومهمة جدا جدا إن هي ما يسمى مجالس إدارة المنظومة الجامعية من أول مستوى مجلس إدارة قسم ثم مجلس إدارة الكلية ثم مجلس إدارة الجامعة. دول حاليا أغلبيتهم 99% من أساتذة الجامعة. العنصر الخارجي اللي من السوق اللي من الصناعة نفسها اللي مدرك التطور السريع واللي شايف الاحتياجات تواجده شبه منعدم. يجب أن يعاد تشكيل مجالس الأقسام ومجالس الكليات ومجالس الجامعات بحيث يبقى فيها عنصر مؤثر. ساعات بيجيبوا خبير واحد أو اتنين يبقعد في وسط 50-60 واحد دوره محدود جدا جاي كأنه ضيف. لا ده هو ده صاحب، لأن الجامعة هتخرج الطلبة عشان تخدم السوق. فلو السوق العمل والصناعة مش موجودة بكثافة وبقوة صحيح داخل منظومة إدارة المنظومة الجامعية لن تفرز هذه المنظومة احتياجات عملية للسوق. يبقى لو صلحنا في التعليم الجامعي في الثلاث حاجات دول، سمحنا للطلبة، عملنا الحركة بتاعة الأجانكت بروفيسور أو الأستاذ المشارك ومجالس الكليات، قدرنا نضيف إضافة حقيقية وربط حقيقي ما بين الجامعة وما بين الصناعة. كلام بنسمعه في الجرايد بقالنا 50 سنة بس مش موجود للأسف لحد هذه اللحظة بالقوة. طيب المطلوبة. خليني أتنقل للنقطة التانية، فكرة إن إحنا نمكن الشباب. ريادة الأعمال فكرتها إن أنا عندي مشاريع صغيرة ومتوسطة أبدأ بيها الشاب، يبدأ بفلوس قليلة بس عنده فكرة بريليانت، فكرة لامعة ممكن تبيع. ده بنشوفه صح في أمريكا صح. اللي عمل في شباب في مصر عمل وفي شباب في مصر عملوا حاجات كتيرة يعني، وبس للأسف تاني لما بيطلع الحاجة فرص النجاح ومعرفة ليه بقى؟ ما أنا هقول لحضرتك لسببين رئيسيين. أول نقطة عندنا ضعف شديد فيما يسمى دراسات السوق. فهو التكنولوجيا في الاخر مش تكنولوجيا في حد ذاتها، التكنولوجيا معموله عشان تخدم للسوق. صحيح. لو عايز اعمل دراسه سوق كويسه لاي منتج او خدمه النهارده عايز لي 10-15 مليون جنيه. صحيح. الشاب الصغير هيجيب الفلوس دي منين؟ يبقى اتحادات الصناعات المختلفه والمبادره اللي هي مثلا من غرفه الصناعه. طب بره بس بيبقى فيه ايه؟ اوكي، بره ما يسمى اتحاد الصناعات او مشابه لاتحاد الصناعات او الغرف التجاريه اللي موجوده عندنا بتعمل دراسات سوق كامله لكل شيء وتتوفر لكافة الناس. فبالتالي حركتهم بتبقى بناء على معلومات وبيانات وليس اجتهاد، ومعلومات موثقة وموجودة ومحدثة بشكل مستمر. لأن السوق بيتغير، ما ينفعش أعمل دراسة النهاردة وبعدين أنام عليها 10 سنين. احنا عندنا للأسف من سنة 64 تقريبا يمنع يحظر جمع ونشر أي بيانات أو معلومات إلا بموافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبعدين حتى لو خدت الموافقات يبقى البروسيس وتكلفة هذا الشيء عالية جدا. فبالتالي الناس بتشتغل
بتجتهد باحساسها، ففرص النجاح بتبقى ضعيفه جدا. 50-50 ابسط حاجه يعني، لو كانت واحد في الالف يبقى كويس، لانه مفيش البيانات ودراسات السوق المطلوبه واللي اشار اليها التقرير جزئيا في الموضوع، بس محتاج استثمار حقيقي في كافة المجالات، من الزراعة، من الصناعة، من النقل، من الطاقة. ما هي حجم السوق ومتطلباته وإيه اللي مفروض منه؟ من ناحية تانية، الشاب نفسه كان في كلام على أنه يتعمل جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده خطوة كويسة جدا، بس تاني دوره هيكون إيه؟ يعني ما يسمى السمول بيزنس ادمنستريشن بره في أمريكا، هو بيعمل الدور اللي هنا متقسم وتفرض ما بين حاجات مختلفة، شوية صندوق التنمية، شوية جهاز حماية، مش وهكذا، حاجات متفرقة ضعيفة. البنوك لما سيادة الرئيس قال إن في 100 مليار، 200 مليار عبارة عن قروض للشباب، أغلبية أصدقائي اللي في البنوك بيعانوا بشدة لأن هما مش قادرين يغيروا ده. فنيجي قصة التمويل، احنا اتكلمنا على السوق، نتكلم على التمويل. أولا الفايدة عالية، ثانيا الضمانات هو عملها 5%، لا سيادة الرئيس عملها 5%، بس طريقة التنفيذ والإدراك بتاع كيف يمكن استخدام هذه الأمور، ما عندناش الخبرات اللي تسمح للتعامل. أغلبية البنوك بتتعود نتعامل مع شركات كبيرة مش مع شركات صغيرة. أيوة. فيما يسمى فينتشر كابيتال أو رأس المال المخاطر، في محاولات في مصر لبعض الحاجات دي بس حجمها صغيرة قوي. التمويل من خلال صندوق صناديق رأس المال المخاطر يجب أن يتحط جزء كبير من التمويل بتاع 200 مليار، واحد لعمل دراسات السوق، اتنين لتمويل صناديق رأس المال المخاطر ودخول مشاركة حقيقية ما بين البنوك بقدرتها التمويلية الضخمة مع صناديق رأس المال المخاطر. والجزء التعليمي هيجي من زي ما اتفقنا انه لما نرفع من مستوى وخبرات المنظومة التعليمية بحيث ندرك احتياجات السوق والتكنولوجيا، يبقى في الحالة دي دول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وغيره نقدر نستخدم منهم. آخر جزء انه الجامعات النهاردة الانترنت وتواصلها وتوفرها، للأسف أغلبية المحتوى الرقمي عندنا بنتعامل يا إما ما بيننا وما بين بعض من خلال حتى التواصل الاجتماعي، شاشات الفيسبوك وتويتر وما شابه، لكن استخدامنا للمعرفة بشكل عام من خلال قنوات اتصال يتيح كتير من المعلومات المطلوبة لأعداد كبيرة من الشباب باللغة العربية، ما يسمى منصات التعلم الإلكتروني أو الموك أو الماسيف أوبن أونلاين كورسز، دي ما زالت عندنا في مصر ضعيفة جدا، بالذات ان هي باللغة العربية اللي محتاجها انت، محتاجها باللغة العربية نمرة واحد، ومحتاج انه انا الناس اللي احط فيها استثمار ممكن تبتدي من الجامعات. استخدام أغلبية الجامعات بره، حتى الجامعات العريقة جدا بتستخدم بقوة الإنترنت كوسيلة لنقل الدروس والمعارف للطلبة بتوعها. احنا عندنا اتعمل مشروع يعني كويس الحمد لله ما يسمى بنك المعرفة، بس أغلبيته جاي من بره، لا يعبر عن احتياجات وارتباطات بالسوق المحلي بشكل حقيقي. فبالتالي محتاجين نستثمر في بناء منصات التعلم الإلكتروني عشان نكسب شبابنا الخبرات اللازمة والإدراك الحقيقي بالمعارف مطلوبة، عشان هم بقى يقدر يبدع بعد كده. يعني هو لازم اوصله الى مرحلة ما من ايه اللي موجود، السوق موجود، الادوات اللي موجودة، في لغة بتستخدم كلغة برمجة اسمها بايثون. بايثون تاني لغة موجودة في الولايات المتحدة الامريكية بعد اللغة الانجليزية. تخيل حضرتك، يعني لغة برمجة النهاردة استخدامها وتعليمها في المدارس من كل الناس بتتعلم هذه اللغة، تقدر تفكر بطريقة منطقية، تقدر تستخدم وتوظف المعلومات بتاعتها وتبني نظم برامج وغيره علشان الكذا. فمنظومة التعليم العام والتعليم الفني برضو محتاجة شغل جامد. أيوة. هي في الحقيقة حلقة متصلة، حلقات متصلة بالظبط، سلسلة كاملة. لو حاولنا نعالج جزء منها وسبنا الباقي الموضوع هيفشل، فلازم نبص للمنظومة بتفكير منظومي، نعالج كل الأجزاء بشكل متناسق. وده الحقيقة شيء يعني التشرذم في العمل أو عدم الاتساق والارتباط في العمل، سواء كانت في منظومة التعليم أو غيرها. هنرجع تاني بقى اللي كنا بنقول في الأول خالص، حضرتك منظومة الإدارة. يبقى لازم أبص لمنظومة الإدارة اللي دي بشكل متكامل، ما أفصلش كل جزء منها
لوحده وحاول اعالج لوحده لانه مش هيجيب النتيجة المطلوبة. لازم الهرم الاداري كمان يكون متصل ببعضه، اذا كان بين التعليم الفني والمصانع، اذا كان بين الادارة العليا مثلا بنتكلم على مجلس الوزراء والوزارات بالزبط المختلفة وغير، كل ده بيعتبر في حاليا مجهود على فكرة العمل جمع كافة الحاجات بتعلق بالتعليم، خمس ست وزارات مختلفة او فكر والثقافة والشباب جزء منها وغيره في اطار منظومة واحدة بتوضح وبتشتغل بشكل استراتيجي وتلم هذه الحاجات. نتمنى ان ده ينجح لانه ده هيفرق جامد قوي قوي في ان احنا نستفيد من الموارد الشبابية والشباب بتاعنا بشكل افضل بكتير مما يتم في الوضع الحالي. في حاجة برة بيكلموا فيها دايما، يقول لك المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. أيوه. المؤسسات الكبيرة طبعا مش هنقدر نقول اسامي، موجودة كتيرة في مصر دلوقتي. ايه هي فكرة المسؤولية المجتمعية وازاي احنا كحكومة وكشعب نقدر نستفاد يعني من مؤسسات بقى الاتصالات والبرمجة وغيره ان احنا نربي شباب جديد ونطلع؟ المسؤولية المجتمعية دور مهم جدا. أغلبية الشركات بتستخدمه حاليا في مصر إلى حد ما في إطار تسويقي لبعض السلع بتاعتها، وفي تشجيع عليها من الدنيا تاني. طب المسؤولية المجتمعية ازاي هحصل ربط ما بين الشركات دي او الشباب وما بين الشركات، الرابطة دي تكون موجود. هنرجع تاني لفكرة التمويل وصندوق رأس المال المخاطر. يجب على الشركات الكبرى انها تستثمر في صناديق رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنوك. يبقى عندي من ناحية الشركات، عندي البنوك من ناحية، وعندي صناديق رأس المال المخاطر اللي بتقدر تقيم وتشوف افكار معينه وموجوده. بس انا لازم اكون متيح دراسه السوق، دراسه أيوة السوق من الاول، ما بقاش ان انا بس الشركات دي بيبقى بشكل ما عندها برضو نوع من انواع دراسات السوق. هل من السهل ان احنا نخليها تشارك دي؟ ممكن جدا طبعا، ممكن جدا تساهم في الموضوع، وفعلا بيحصل نوع من المشاركه في هذا الاطار. بس هقول لحضرتك تاني، دراسات السوق وتتطورها بشكل عالي، لانه الحقيقه السوق العالمي ما بقاش سوق محلي خالص. يعني النهارده لو انا عايز اشتغل ممكن يبقى عندي شركة في مصر، وانا اعلم بعض الشباب اللي في مصر اللي بيشتغلوا وبيخدموا في الواقع السوق العالمي هم قاعدين هنا في هم مصر، هم قاعدين في مصر. فبالتالي لازم ابقى شايف السوق بشكل عام كيف يتحرك. لو انا ما عنديش هذه البيانات والمعلومات وفي نفس الوقت عندي الخبرات زي ما قلنا في منظومة التعليم، الرابطة والحقيقية والاستفادة من الموارد البشرية بتاعتي هتبقى طيب ضعيفة. لو احنا في دقيقة واحدة عايزين نلخص اهم التوصيات اللي حضرتك او يعني المجموعة البحث طلعت بيها عشان نوصلها كصوت للحكومة نحاول نساعد بيه، العمل بشكل منظومي متكامل بدءا من دراسة السوق ومنهجيات واستخدام ومستوى النضج التكنولوجي للمؤسسات الكبيرة، ونهاية بعملية التمويل التي يجب ان تكون ابسط بكثير وتوضح ان دور الشباب مش الضمانات. انا لو كشاب عندي فكرة، ما قيمة هذه الفكرة بشكل رئيسي في الحصول على تمويل؟ ما ايه الدراسات اللي تكون موجودة؟ يتشكل لجان مختلفة، هي فكرتي هي ضماني مش بطاقتي ولا بالظبط مش بطاقتي. وانا بتعلم، احنا لازم نشجع على الخطأ بس الخطأ اللي نستفيد منه مش نهاجم الخطأ. يعني لو انا اخطأت في شيء، طب ايه الدروس اللي استفدتها من انا وقعت اتعلمت في الخطأ؟ يبقى بكون هذه المعلومات والبيانات، بتعامل بقدر من الشفافية عالي جدا. في مجموعة كبيرة من الحزم القوانين، هنبتدي من اول قانون حرية المعلومات وتبادل الاشياء، محتاج نبص بشكل منظومي. في الحالة دي هننجح وان شاء الله مصر تسرع بسرعة جدا، ويعني ده اللي احنا كلنا بنتمنى ان شاء الله. دكتور احمد حفناء استاذ هندسة اتصالات بجامعة القاهرة وخبير بالاتحاد الدولي للاتصالات، بشكر حضرتك على وجودك معنا. شكرا يا سيدي. مشاهدينا الكرام، زي ما قال الدكتور، يعني فكرة الشباب هو العامل المحفز وهو لبنة هذا يعني مستقبل مصر كله. مشاهدينا الكرام، وقفتنا الاقتصادية المعتادة، وهتصحبنا فيها الزميلة ماجدة القاضي بعد الفاصل.